صار لنا اكثر من ربع ساعه نمشي وانت ما نطقت ولا بكلمه واحده. ما تقول ليش فيك؟ انت تدري ايش فيني؟ انا لا ادري، ما سالته. ابا عرز زين تضحك؟ اضحك يبا، اضحكش عليك. عرس وعرست، خليت نحن نعد نشل السقف. زين، شو اللي مانعك انك ما تعرس؟ ما اقدر. ليش؟ اقول لك وما تقول لك احد. قول. من مدة سنة تقريبا رحت العين في الليلة اتسبح، وفي طلعتي من العين الا ذيك البنت الحلوة الجميلة اللي عمري ما شفت مثلها، ولا تأشر لي ورحت لها. سلمان، خلف طوايف. سلمان، أنا من جبرة فيك وأبي أتزوجك. أنا؟ إي أنت، إيش فيك؟ لا بس صارتني سخونة من الأول. من الأول شنو قلتي؟ أنا من جبرة فيك وأبي أتزوجك. ها، إيش قلت؟ هذي أبي لها حكي بعد؟ أنا موافق. أوه نسيت. شنها؟ أنا معزم أعرس على بنت جيراننا. بنت جيرانكم أحلى مني؟ تخسي أحلى منك. تدرين؟ خليني أشاور أمي. لا، أمك قريبها ما بتوافق، وأنا لازم أتزوجك. فيا توافق إنك تتزوجني، يا أخليك طول عمرك ما تقدر تتزوج واحدة غيري. ليش؟ ومن انتي وش اسمك؟ أنا؟ قصدك تقول إن هي ينية؟ إيه ينية. أشوفك مو بمصدقني. مصدقك يا سلمان، بس لأن السالفة شوي ما تدش المخ. ليش ما تدش المخ عاد؟ شو اللي يخلي ينية تنجبر فيك وتبغى تزوجك أنت من بدي صبيان الفريج؟ بصراحة أنا ما أشوف فيك شيء زود عن غيرك. شلون ما فيني زود عن غيري؟ أنا أحلى واحد في الفريج. زين، وهالينية شلون مخليتك مو بقادر تتزوج غيرها؟ أقول لك ولا تقول لك أحد؟ قول يا سلمان. ما أدري يا مهدي، من أول ما شفته قالت إنه بتسوي شيء في عيني يخليني ما أقدر أتزوج غيرها. الله يهداش، لا تطقينها. عيل ما تشوفها من ساعه مشغبتني على نتفه سمكه. زيني مش فيه لما تعطينها نتفه سمكه بس لانها بهيمه. مسامحه، ادري انها مو بهيمه. يمه، واللي سلمك لا تطقينها مره ثانيه. ليش؟ يمه، هذه ما يبي لها ليش؟ حرام نطق الحيوان. زين، ايش تبين اقول لك؟ ايش تبين اقول لك وانت مسوي روحك قطوه؟ يعني انت ناوي تفضحيني؟ سلمان، ايش قاعد تقول حق القطوة؟ الحكوة اللي تستحي منها بديها يا ام سلمان. عدل، خير يا ام لولوة؟ احنا ايش قد صار لنا الحين من حاكيتيني عن بنتي لولوة حق ولدي سلمان؟ يمكن ثلاثة، أربعة، خمسة أشهر، سنة. سنة يا ام سلمان، وفوقهم بعد يومين. والله يصير يا اخويتي، أنا ما رش فيني، صاير نساية هالأيام. المهم يا ام سلمان، انا البنيه ما اقدر اخليها هالكثر بدون زواج. انتوا الحين تبونها والله؟ لا ابيها، ابيها يا يمه، واللي سلمك ابيها، بس ما اقدر، ما اقدر اعرس عليها. شو الحكي؟ شلون تبيها وما تقدر تعرس عليها؟ شو اقول لها انا الحين؟ هذه ما تحكين، ما تحكين، وحكتين ولست ساكته. سلمان يما، انت ايش فيك هالايام؟ لا يما، ما فيني شيء، بس احاكي روحي. يا ولدي، مو بس بتحاكي روحك، اذا تميت بلايا مره اكثر من كذي بتستخف. ما يحتاج تقولين يا يما، ادري، واللي سلمك ادري، بس شو اسوي؟ مع ان انا هذه السوالف كلها ما ادش مخي،
لكن بعد ما اقول لك شو اسوي. قول قول. في مره عيوز ينقال لها ام الهيلان. ايه. يقولون ان لها سلطه على الهنان. بل كفانا الله شرهم يا اخيك. خل امك تروح لها وتقول لها السالفه وتشوف يمكن تسوي لك شيء. شنو؟ تقول لها علي النيه؟ لا يا الغشيم، تقول لها انك انت تبي تتزوج من واحده بس مو بقادر، مو بعارف شلون، وهي على طول بتفهم. طيب ولدك هذي مسوي له طيب. طيب كفونا الله الشر. وانا اقول ولد الشوليحة شو القطوة؟ ايه الولد محير يوم سلمان اللي ما ينطرون. ايه بينه وبين لولوة وانين طوفة رفيعة وحفرين حفرة قزيرة ومقطين عينه بصورة واحدة منهم. شد بر الله يسلمك. نهدم الطوفة ونردم الحفرة ونشيل القشاوة اللي على عينه، يزول السحر وتتوالف القلوب. وش اللي تطلبينه مني؟ خصلة من شعر البنية وظافر الصبي من أصابع العشرة. سلمان مو كنا أظافرك طوال؟ اي طوال الله يهداك، انا من كم من يوم قصهم. لا طوال، بقوم اجيب المقاس وبقصهم لك. يلا يما. انت من صدقك؟ ظافرك اقصهم وعن الهذره. عطني عطني. لحظه اقول لك عن زين يا ريه، قصي لك واحد عن خاطرك. لا مو واحد بس، لازم عشرة. يما شوي شوي قصيت اللحم. لولوة اخذي يما هالخنفروش دقيقة واحدة، ودي بيت خالتك وتعالي. ان شاء الله يما. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يما لولوة؟ وشلون امك وابوك؟ وشلون خالتك منك؟ وشلون الاهل كلهم؟ الحمد لله كلهم بخير. امك هني؟ اي نعم تفضلي. كنا يما شعرك طويل. اي نعم خالتي. يا زين هالشعر ويا حلوت يوم من عنده مقص الحين. شنو؟ ها؟ ام لولوة؟ ام لولوة؟ شفيه؟ هذه اللي تبين امي اتزوجها. ان شاء الله انت ما تبي تتزوجها. ابي اتزوجها بس خبرك. المهم ايش رايك فيها؟ حلوه وايد 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 حلوه، ولو ترضى مرتي اروح اليوم اخطبها من ابوها. حلوه حيلان ايش فيني؟ ليش صايره كريهه في عيني؟ متى الملكي يا ام سلمان؟ اسبوع. اعطيني فرصه اسبوع واحد بس وما يصير الا الخير. بعطيك اسبوعين وعقبها اذا ما ملشتوا اعتبروا ان الحكي اللي بيني وبينكم ما صار. ويش دعوه يا ملولوه؟ وانا اللي جيتك اليوم عشان اتفق وياك على المهر والملكه والدز. هذي شيء ما بنختلف عليه، انا المهم عندي تحددين وقت الملكه. زين انا بعد ابى اشوف لولوه واسولف وياها وانسل شعرها. عقب الملكه لي ملشتوا عليها وخدتوها وديتوها بيتكم، ذيك الحزه سولفي معاها، نسلي شعرها، سوي فيها اللي تبين تسوين. لا عيني، لازم الحين اشوفها ونسل شعرها. وان ما صارت السولفه بالطيب بتصير بالقوه. منظره تعالي ابقيك. اكو عندي رهشه خشيت لك، تبينها؟ اي حافيها. وينها؟ واعطيك اياها بس قبل ابقى تسوين لي شيء. شنها؟ شفتي البنايه اللي هناك؟ ايش فيها؟ ابقيك تروحين لها وتتهاوشين وياها وتمعمشين شعرها وتنتفين منك من شعرها وتبينها لي. زين؟ تعطيني الرهشه؟ واعطيك اياها كلها بس تحملي تعورينها؟ يلا يلا روحي يلا.
أي أي شعري ماي أي شعري أي هاي يا ودي عدتني لك مشكورة مشكورة إيش هالسالفة هذه؟ لا يا عيوني الحين أخذ دفتي وأروح لها وأشوف هالسالفة إيش وراها؟ ما وراها إلا الخير إن شاء الله ولا تحاتين شيء يا أم لولو ومثل ما اتفقنا كل أسبوع وإحنا جايينكم حق الملكة أي ملكة؟ قبل ما أعرف إيش ورا سالفتك يا أم سلمان ما مش أي ملكة بتعرفين بتعرفين كل شيء في وقته وبإذن الله ما بيصير إلا كل الخير يبتي الشعر والأظافر إيه يبتهم هاج هذا هو هذي شعر لولو وهذي أظافر ولدي سلمان إيه بس روحي أنت الحين ومري علي باكر بعطيك شاي تحطينه في ماسدة سلمون وشي ثاني تدفنينه عقب المغرب قدام باب بيت لولو زين بالخير يا سلمون هلا الله بالخير عايض شلونك وسلمك ماشي تسوين كنت انظف الفراش واجهزه حق الرقود من الحين ايه وش فيه يعني اذا برزته من الحين أشيلك ودي أجيلك بعيوني أشيلك وطفي غليلك وأقول حبي الأول أنت دليلي أنت هو أنا دليلك أنت دليلي أنت هو أنا دليلك يومي أنطر وأقول أصبر أشوفك تمر تشعلني لحظة وانطفي أشوفك تمر تشعلني لحظة وانطفي يا قواني يكفيني هالمر أحنا 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 النواهي أحنا النواهي عمر وناهي لا أنت ولا هي ما نخلي حبكم يلتقي لا أنت دواها احنا دواهي وش قد عاني من ريم اعطاني وش قد عاني من ريم اعطاني احلى المعاني لا اقدر المس بيدي واشرب حنانه ويشرب ويشرب حناني واشرب حنانة ويشرب ويشرب حناني يا طير اخضر من عمو اكثر والقلب يسهر ودي اضمك بالهوى والقلب يسهر ودي اضمك بالهوى وانت تضمني موج علاني
مبين ان انا كنت غلطان لما نصحتك تروح حق ام الهيلان. بيت ام الهيلان ابد ما كان هو الحل حق مشكلتك هذه. المكان الصحيح قدامك يا سلمان. المسجد؟ اي نعم المسجد. مشكلتك يا سلمان انك تدور بين النسوان عن الاجمل، وهذا اللي يخليك متردد في زواجك. واليانية وسواس شيطان، وسواس شيطان يا ابوك. بس انا شفته يا شيخ عبد الحميد، شفته. انت رسمت في خيالك صورة حق اجمل مرة وربطت نفسك بها، وصرت تشوف كل مرة غيرها كريهة. معقولة يا وليدي؟ جمال المرة مو شويها بس، لا، الجمال الحقيقي موجود داخل النفس والروح والعقل. بس الجن يا شيخ حقيقة، حقيقة نواجهها بالإيمان، قراءة القرآن، كلام رب العالمين المنجي من شرور الإنس والجان. يمه قومي نروح بيتهم لولوة. ليش؟ نتفق معاهم على الملكة. صدق يا سلمون؟ ومتى بنروح لهم؟ باكر، وذيقونا الحين. خلاص يوا، راحت عليك. سلمان أعوذ بالله منك. خلاص يوا، أقول لك راحت عليك. ولبيبة الحياة لحظة حلوة بين حبيب.